أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لي جار يعمل في بنك الربوي ويأتي لنا بطعام، السؤال: هل علينا من حرج في قبول طعامه؟ وما حكم من أصحته وتذكيره بالله؟ أم نرد عليه طعامه وإن حصل بذلك نفور منه وعدم قبوله للنصح؟ أما النصيحة فهي واجبة له ولغيره ممن ترون عليه خطأ، فالنصيحة واجبة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لا بد من النصيحة. وأما الطعام إن كان له موارد أخرى غير ما يأتيه من البنك، له موارد أخرى، فإنه يؤكل من طعامه، لأنه لا يتعين أن يكون هذا الطعام من الحرام، بل يحتمل أنه من الحلال. والأصل في الأطعمة الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. أما دام عنده حلال وحرام فإنه يؤكل من طعامه. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا ويأكلون السحت وهو الرشوة والحرام، لأن عندهم موارد غير الحرام. أما إذا كان ما عنده مورد إلا الحرام فلا يجوز الأكل منه. إذا علمت أنه ما عنده مورد وأن هذا الطعام من الحرام فلا تأكل منه لأنه حرام. نعم.